أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء خصص تشغله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 من شهر يوليو لسنة 2000 وبروتوكول التعديلات المتعلق به على مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور. وفيما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذا الخصوص. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1438 هجرية الموافق 20 يناير 2017 ميلادية بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا. وقد تم تخصيص أشغال هذا المجلس للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليو 2000 وبروتوكول التعديلات المتعلق به وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور. وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطابه الموجه للقمة الإفريقية 27 التي احتضنتها كيغالي في يوليوز الماضي والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية، كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به بلادنا في شتنبر الماضي من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكد التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية. وحرصا من جلالة الملك على استكمال المصاطب القانونية، فقد أكد جلالته على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان. وخلال هذا المجلس الوزاري استفسر جلالته أعزه الله عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية إدماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع. وفي هذا الصدد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة إلى 3 سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها. وبمراكش دائما حيث أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم على إعطاء الانطلاقة عدة مشاريع كفيلة بضمان حياة جديدة للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز إشعاعها الدولي والارتقاء بجودة حياة سكانها وزوارها. كما أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للعلاجات الطبية الأولوية وآخر لطب الإدمان. تقرير لعياد السرسي. تحمل مختلف هذه المشاريع طموحا جديدا للمدينة القديمة، وذلك من أجل النهوض بالإطار العمراني لهذه الحاضرة والحفاظ على إرثها التاريخي المادي واللامادي وتحسين ظروف ولوج الساكنة للخدمات الأساسية. مشروع تهيئة محيط أسوار المدينة القديمة يروم تثمين الأسوار التاريخية وتمكين ساكنة الأحياء المجاورة من مجموعة من التجهيزات الرياضية والترفيهية للقرب والارتقاء بالمظهر الجميل للشوارع المحاذية للأسوار. أما برنامج التأهيل الحضاري لحي الزرايب فيشمل معالجة البنايات الآيلة للسقوط وهدم البنايات المهددة بالانهيار.
وبنفس المناسبة أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز تجهيزات للقرب على مستوى حي الملاح، لا سيما إعادة تهيئة ساحة المعارة وبناء حضانة ونادي للأشخاص المسنين ومركز نسوي. وتروم مختلف هذه المشاريع إيجاد ظروف تنمية متناغمة ومستدامة، وذلك من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الخدمات والبنية التحتية الأساسية وتكريس مكانة مدينة مراكش باعتبارها وجهة سياحية لا محيد عنها. ولتلبية الحاجة الملحة في مجال الولوج للخدمات الصحية يأتي إنجاز مركز للعلاجات الطبية الأولية وآخر أن المشروعان تضامنيان اللذان يأتيان لتعزيز برنامج التأهيل الحضري لحي الملاح. مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الجنازة الرسمية لرئيس البرتغالية الأسبق ماريو سواريز التي أقيمت اليوم الثلاثاء بكنيسة هيرونيميتس في لشبونة. وحضر أفراد عائلات ملكية ورؤساء دول وحكومات وشخصيات عديدة من مختلف أرجاء العالم هذه الجنازة الرسمية التي بدأت بعزف النشيد الوطني وتخللتها تراتيل دينية تكريما لزعيم الدولة الأسبق. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس البرتغالي، عبر فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في هذا الظرف الأليم للرئيس ريبيلو دي سوزا، ومن خلاله لأفراد أسرة الراحل وللشعب البرتغالي الصديق. بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة التي يخلدها الشعب المغربي يوم غد الأربعاء، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أمره السامي بالعفو على من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 791 شخصاً. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية ستنتقل مدة صلاحية بطاقات الإقامة إلى 3 سنوات عوض سنة واحدة حاليا، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب، ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالا يعاقب عليها القانون. وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية سيتم أيضا تسريع وتبسيط بأقصى قدر ممكن إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة. يخلد الشعب المغربي قاطبة يوم غد ذكرى 73 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وبالمناسبة نظمت في الداخل ندوة علمية في الموضوع اختير لها عنوان قراءة في وثيقة المطالبة بالاستقلال. ندوة تأتي بشراكة بين النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمجلس العلمي المحلي بأوسرد، ونتعرف على بعض من محاورها في هذا التقرير لبكار ديميو محمد يداس. في حياة الأمم والشعوب ذكريات لا تنسى وأيام مجيدة تستحق التذكير بها لاستخلاص العبر. من بين هذه الأيام ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي هي محور هذه الندوة العلمية التي تحمل عنوان قراءة في وثيقة المطالبة بالاستقلال. تخليد الذكرى 73 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وفي إطار إشاعة قيم الوطنية والمواطنة الحقة، تم اليوم تنظيم ندوة بتعاون ومشاركة وتنسيق تام بين المجلس العلمي للمحلي الإقليم أوسرد والنيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وقد استهدفت هذه الندوة التعريف بالظروف والسياقات الدولية والدولية التي سبقت هذه الوثيقة، إضافة إلى مضمونها من حيث بنيتها والأهداف التي طالبت بها وطالب بها كذلك الموقعون على هذه الوثيقة. تندرج هذه الندوة في إطار إشاعة روح الوطنية والمواطنة من خلال التعريف بالظروف والسياقات الدولية والتاريخية التي سبقت هذه الوثيقة. هذه الندوة المباركة تأتي في سياق الاحتفال، احتفال المغاربة بهذه الذكرى الغالية. في المداخلة نتطرق إلى الجانب الوحدوي انطلاقا من هذه
الذكرى الغالية، وانطلاقا من هذه الوثيقة، وثيقة المطالبة بالاستقلال التي هي مفعمة بمجموعة من القيم الوطنية ومنها التلاحم، وهي تلاحم الشعب مع العرش العلوي المجيد. ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال مناسبة لتأكيد اللحمة الوطنية من خلال انتشار أعضاء المقاومة في ربوع المملكة خلال فترة المقاومة. نبقى بنفس الجهة وفي أخبار مجالس المنتخبة، حيث عقد المجلس الإقليمي لأوسر دورته العادية لشهر يناير، والتي تميزت بالمصادقة على اتفاقية شراكة متعلقة بالبرنامج المندمج للسياحة، بالإضافة إلى العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ونتعرف على تفاصيلها رفقة بكار دليمي ومحمد يداز. بهدف تنمية إقليم أوسرد، صادق أعضاء المجلس الإقليمي لأوسرد على عدة اتفاقيات شراكة، همتها الأولى اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج السياحي والطبيعي التي تشمل بعض الجماعات التابعة للإقليم، والهادفة إلى تثمين الموارد السياحية والطبيعية لهذا الإقليم. على بعض الاتفاقيات، الاتفاقية الأولى هي اتفاقية المكلفة بالبرنامج السياحي والطبيعي، واللي يشمل بعض الجماعات على مستوى الجهة، منهم جماعة برغندوز وأوسرد. والنقطة الثانية هي الاتفاقية الدراسة والتصويت على بناء مركز الاستقبال بالداخلة. والنقطة الثالثة هي التصويت الدراسة والتصويت على برمجة الفائض للسنة 2016، واللي تمت برمجته بكل شفافية وانتظام. أعضاء المجلس الإقليمي لأوسرد صدقوا أيضا على عدة مشاريع شملت التصويت على بناء مركز الاستقبال، كما همت أشغال هذه الدورة التصويت على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2016. يعني برمجة مجموعة من يعني الأمور اللي قاعد تعيد بالنفع إن شاء الله على الساكنة ديال الإقليم، من ضمنها يعني سيارات إسعاف وسيارات نفعية هذه إن شاء الله مصالح الإقليم. واستحضر فيها يعني المجلس جميع الأمور اللي تهم الإقليم، واللي من ضمنها تبليط وترصيف إلى غير ذلك من المشاريع اللي إن شاء الله ستعود بالنفع على الجهة. اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنمية السياحة المندمجة التي تعرف مساهمة عدة أطراف ستساهم لا محال في تنمية الإقليم، والتي تنعكس على الساكنة من خلال خلق عدة أنشطة اقتصادية مهمة. وببوجدور أيضا عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر يناير، وتضمن جدول الأعمال ثلاث نقاط أساسية تداول بشأنها أعضاء المجلس، وفي المتابعة بريجين العروسي ومحمد شارة. ثلاث نقاط أساسية على جدول أعمال دورة يناير العادية توقف في مستهلها أعضاء المجلس الإقليمي عند التداول بشأن إعادة برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية. وبعد دراسة جادة صادق أعضاء المجلس على هذه النقطة. الدراسة والمصادقة شملت أيضا تأجيل برمجة فائض ميزان سنة 2016 إلى حين التداول بشأن تشخيص المشاريع الممكن إنجازها في النفوذ الترابي لإقليم بوجدور، وكذا الإطلاع على التصورات والاقتراحات الخاصة ببرنامج التنمية الجهوية. الدورة العادية يناير المجلس الإقليمي لبوجدور تضمن ثلاث نقط. النقطة الأولى إعادة برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية، النقطة الثانية هي برمجة الفائض الحقيقي للميزانية سنة 2016، والنقطة الثالثة اللي هي نقطة دراسة وضعية قطاع الفلاحة بالإقليم. الحقيقة هذا القطاع اللي كيعاني بالعديد من المشاكل والإكراهات اللي تم تداولها والنقاش فيها بشكل مستفيض بين السادة الأعضاء والسيد مدير الفلاحة والسيد مدير المصلحة البيطرية بالإقليم، واللي إن شاء الله غادي نوقف عليها بشكل إن شاء الله جدي. الدورة شهدت أيضا دراسة وضعية قطاع الفلاحة بالإقليم، وخلال مناقشة هذه النقطة التي استأثرت على الحيز الأكبر من عمر الدورة باعتباره من الدعائم الاقتصادية الأساسية وخاصة قطاع تربية المواشي، أثيرت عدة تساؤلات حول هذا القطاع، فيما تدخل ممثلو القطاعات المعنية للتوضيح والإجابة عن بعض التساؤلات.
قدمنا عرض حول منجزة القطاع الفلاحي برسم سنة 2016 بإقليم بوجدور، اللي قدمنا في أعطينا فيها تقدم إنجاز المشاريع الدعم الثاني من خطة المغرب الأخضر والحصيلة اللي كانت مهمة، وقدمنا أيضا التدشينات اللي قمنا بها برسم سنة 2016، كما قدمنا شنو هما التدشينات اللي غادي نديرو في هذه السنة إن شاء الله في 2017. أعضاء المجلس الإقليمي صادقوا بالإجماع في نهاية أشغال دورتهم العادية على توجيه ملتمسات للجهات المعنية حول ضرورة دعم القطاع الفلاحي بالإقليم والوقوف عن كثب شأن الترتيبات لإنجاز المشاريع المسطرة والمستقبلية بما يخدم تحقيق حاجيات الإقليم وتطلعات ساكنة العالم القروي. في أخبار مجالس المنتخبة، دائما عقد المجلس الإقليمي لطنطان دورته العادية لشهر يناير، وتضمن جدول أعمالها الدراسة والمصادقة على عدة نقاط ذات الصلة بتنمية الإقليم. وفي المتابعة حافظ محضار غالي الجارحي وعبد الرحيم حاجي. برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2016 وإعادة برمجة نقطتان تصدرتا جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للطنطان، دورة صدق خلالها الحاضرون على اقتناء سيارات للإسعاف واقتناء حافلتين لنقل موظفي المجلس. مصادقة همت أيضا تهيئة حديقتين واعتماد اتفاقية شراكة بين عمالة الطنطان والجماعات الترابية للإقليم لأجل إحداث صندوق محلي لدعم الأنشطة المدرة للدخل. أهم النقط في جدول الأعمال كاين البرمجة وإعادة البرمجة، وهذه شملت واحد المجموعة ديال شراء مجموعة ديال السيارات الإسعاف وتهيئة ساحتين اللي في الجهة الغربية ديال المدينة، وغيكونوا متنفس حقيقي للساكنة ديال الإقليم. وكان نقطة أخرى اللي كهمت شراكة بين العمالة والجامعة الترابية والمجلس الإقليمي لدعم المشاريع المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أهم هذه النقطة هذه كانت برمجة الفائض الحقيقي اللي تمت البرمجة ديالو في عدة مشاريع اللي كتهم إقليم ديال طنطان وبالأخص الساكنة، هذا من جهة اقتناء سيارة إسعافات اللي كت في أمس الحاجة لها الجماعات القروية لإقليم طنطان وبالأخص الساكنة اللي كتقع عليها المشاكل في الإقليم. تم إحداث صندوق محلي يعني حاملي المشاريع ديال المبادرة المشاريع التي سيساهم فيها المجلس الإقليمي، واقترحنا أن يتم الرفع من الميزانية ديال هذا الدعم لأن هي مشاريع مدير للدخل للمجموعة ديال الشباب ديال الإقليم اللي هما في أمس الحاجة. المعايير ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقتضي أن تكون هناك 30%، فين غادي يجيب هذا الشاب؟ لهذا نلتمس من المجلس أن يرفع من الميزانية ديال هاد المساهمة ديال المجلس الإقليمي أرد 3 مليون ديال الدرهم ولا كاع 4، علاش؟ لأن هذه مشاريع ستمول من طرف الشباب اللي حامل المشاريع. وبعد المصادقة على اتفاقية إطار بين المجلس الإقليمي وهيئات المجتمع المدني بالإقليم، رفعت بقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك. ودائما في أخبار مجالس المنتخبة، حيث عقد المجلس الإقليمي لسمارة أشغال دورته العادية لشهر يناير، دورة تصدر جدول أعمالها التداول بشأن مشاريع الشطر الرابع من برنامج التنمية والتأهيل الحضري وكذا استثمارات المخطط الجهوي للتنمية. يوسف زعواطي ومبارك الباز. 3 ملفات أساسية على جدول أعمال دورة يناير العادية صادق في مطلعها أعضاء المجلس على برمجة فائض السنة المالية البالغ 3,400,000 درهم في إنجاز الدراسات التقنية وتمويل الدفعة الأولى من مشاريع برنامج التنمية الإقليمية، برنامج يمتد زمنيا طيلة 5 سنوات المقبلة. تم اليوم المصادقة على فائض المجلس الإقليمي السنة المالية 2016 واللي يقدر ب 3,444,000 درهم. هذا الفائض تمت المصادقة ديال تنمية الإقليم، خاصة مشروع ديال المجلس الإقليمي الواعد اللي ننتظره، هو لبنة أخرى تنضاف للمخططات والبرامج التنموية اللي يعرفها الإقليم. واصل المجلس مداولاته بتقديم المشاريع المزمع إنجازها ضمن تدخلات المخطط الإقليمي للتنمية والتأهيل الحضري لوكالة الجنوب،
كما تابع أعضاء المجلس عقد برنامج التنمية المندمجة وحصة الإقليم من استثمارات المخطط الجهوي للتنمية. هذا البرنامج كيستمد المرتكزات دياله من عقد البرنامج اللي توقع أمام سيدنا الله ينصروف في الزيارة الميمونة في العيون في نوفمبر 2015، واللي تهم عدة محاور اللي تم التطرق لها في هاد الاجتماع ديال اليوم. نذكر منها أهم المحاور: المحور ديال تحسين البنيات الطرقية، المحاور الطرقية بإقليم السمارة، التركيز الكلي على 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 التحسين ديال المحاور الطرقية في إقليم السمارة، وطبيعة الحال رهان كبير اللي غادي نرفعوه جميعا هو تفعيل الربط الجوي المدني لمدينة السمارة، اللي بقت لنا هي المطار الوحيد اللي ما مربوطش مع مدنيا مع باقي مطارات المملكة. مكونات المجلس صادقت بالإجماع على توجيه ملتمسات للدوائر المركزية عن حماية الإقليم من آثار الفيضانات ودعم المستشفى الإقليمي بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية وإحداث مكتب للتشغيل بالإقليم. في شأن نقابي، نظمت التنسيقية المحلية لمهني سيارات الأجرة بالعيون الجمع العام لنقابة سيارات الأجرة الصنف الثاني، وذلك من أجل الدراسة والنقاش حول عدد من القضايا المرتبطة بتدبير القطاع وانشغالات المهنيين. والمسلمين كاملين، راني لا شباغي لكم في العام دا يتقدم، ما هو لا يكون على كرسي يتم قبل. ندعينا لهذا الجمع العام لعدة نقاط: الأولى الإعلان عن التنسيقية المحلية اللي تأسست عن طريق عدة نقابات ولمين. النقطة الثانية باش نحطوا الإخوان الاستراتيجية اللي مشات فيها التنسيقية منذ تأسيسها ليومنا هذا، بعدة مراسلات للجهات المسؤولة والسلطات يعني الوصية على القطاع، درنا مراسلات باش تستجب فتح الباب الحوار. ليومنا هذا ما كاين لا باب حوار. دعينا الجمع باش تعود نعلنوها لهم، لان رجعنا القطاع الجمع العام هو سلطه تقريريه بالنسبه للتنسيقيه. والهدف من الجمع اليوم هو المهنيين لا بد لهم من يعودوا على استعداد الخطوات النضاليه ان شاء الله مستقبليه، هذا هو المهم. وبالنسبه للمشاكل تكاسه غنيه عن التعريف. عودة لمدينة طنطان، وفي إطار الربورتاجات التي تقارب انشغالات المواطن، تعاني بعض أحياء المدينة تبعات حرق النفايات ببعض المطارح المحادية للتجمعات السكنية، مشكل بيئي يغض مضجع السكان المتضررين. وربورتاج لحافظ محضار غالي القارحي وعبد الرحيم حاجي. ساكنة بعض أحياء مدينة طنطان بات مقدرا لها أن تتنفس هذا الهواء الملوث المنبعث من مطارح عشوائية تحرق فيها نفايات المدينة، مشكل أصبح هما يوميا للسكان الذين لم ينفع سيل شكاياتهم في دفع الجهات الوصية لمعالجة المشكل. كبك كتجيب لنا الحساسية، كتجيب لنا الخمس، كتجيب لنا كل شيء، الريحة اللي كتجي عندنا هنا فين كنسبق فين حنا الأولين. كنعانوا بها دابا 16 سنة، دابا باش كنعانوا من هذه الرائحة هذا، ضرت لنا الدراري وضرت لنا كل شيء. هذه الكبارة كتكون الشرقية كتجيب لنا الدخان وتجيب لنا المرض، والعيالات كيتيحوا، وكاين فيه الدقة، كاين فيه الحساسية، وكيتيحوا الناس كيمرضوا. ما قدرناش بالعين اللي كيتحرك هذه القبلية هذه، ما نقدروش كاع نخرجوا نشموا ديك الريحة كارهة، ومرضت لنا الدراري كيمرضوا بها، حيت كدير لهم حساسية. حنا كان البلاصة فين كندربوا هنايا راه ما كنستافدوا حتى شي حاجة، حتى شي استفادة ما عندنا في هذا السبور هذا، راه كنترينا وكنجيو كنشموا غير ريحة الدخان هنايا. راه كما كتشوفوا الدخان ها واحد البلاصه عاوتاني هنا في كيرموا الازبال هنا، هادشي خاصو يعني المسؤولين يدير لنا شي حل، هادشي علاقه هادشي يبعدوه لنا على هاد البلاصه في كنديروا سبور والبلاصه اللي قريبه للناس. مصالح البلديه اكدت ان التفكير منصب للحد من تبعات هذا المشكل عبر دراسه في الموضوع من اجل خلق مطرح ايكولوجي في انتظار الاعتمادات الماليه اللازمه، وحتى ذلك الحين يتم الاعتماد على مطرح مدينه الوطيه. دراسة الحمد لله دابا راه كاين عندنا تصريح من وزارة البيئة، كاين التمويل حنا كنبحثوا عنه، مشينا لوزارة الداخلية مؤخرا على أساس يتم إدراج المطرح الإيكولوجي تمويله في خلال تقريبا في حدود 2019-2020، وهذا أمر مازال بعيد شيئا ما، في اتجاه أنه يكون المطرح اللي تهيأ الآن خلال شهر واحد غادي يكون جاهز ديال الوطية، غادي يكون هو مكب النفايات أيضا ديال مدينة طنطان. يعني يكفي أننا نجمع النفايات في مكان معين ثم ترفدوا الشاحنات،
الوطيه، وهذا اعتبرناه على انه فعلا حل حقيقي، يعني في حدود ان شاء الله تعالى فبراير غيتم تفعيل هذا الحل ان شاء الله تعالى وهذا الاجراء. وفي انتظار اتخاذ اجراءات ذات فاعليه يبقى على المواطن بمدينه طنطانه تحمل التبعات الصحيه والبيئيه لهذا المشكل. جديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء في تقرير لعياد السرتي لنتابع. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من يومية المساء، وكتبت عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء في خطابه الأول أمام مجلس الأمن برنامجه للنهوض بالأمم المتحدة والذي يركز على مقاربة جديدة لتجنب الحروب. وقال رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق والمفوض الأعلى السابق لشؤون اللاجئين متحدثا للمرة الأولى أمام مجلس الأمن منذ تولي منصبه في يناير: نحتاج إلى مقاربة جديدة كليا، واعتبر أن كثيرا من الوقت والإمكانات تخصص لإدارة الأزمات بدلا من تجنبها، مؤكدا أن الشعوب تدفع ثمنا باهظا. صحيفة هيسبريس كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء بالقصر مجلسا للوزراء خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه الموجه للقمة الإفريقية التي احتضنتها كيغالي يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي داخل أسرتها المؤسسية القارية. يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غد الأربعاء: بعد قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، أكد عدد من النواب الأوروبيين يوم أمس الاثنين ببروكسل أن المغرب شريك لا محيد عنه للاتحاد في مختلف المجالات. وذكرت الأخبار أن النواب أجمعوا في لقاء لتبادل وجهة النظر بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أجمعوا على ضرورة بث دينامية جديدة في التعاون بين الجانبين، مبرزين الدور الذي يمكن أن تطلع به المملكة لتحقيق استقرار وأمن المنطقة وفي مجال الهجرة. انتقل إلى عفو الله تعالى مبارك والحمد ناهر فقيد ينتمي لقبيلة جوت أهل مبارك وحمو، كما انتقل إلى عفو الله تعالى مرحوم مود والبيضة والمحمد الصغير عن عمر يناهز 65 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة يجوت. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة خمام حدهم عن سن تناهز 120 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت حماد، كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة نبغوها سركوح من تعبدلة وعلي عن عمر يناهز 90 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة أيتوس أيت وعبان. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات المرتقبة ليوم غد فيما يخص حالة الطقس، حيث من المرتقب أن تكون السماء قليلة السحب لا غائمة مع نزول قطرات مطرية قرب السواحل ما بين طنطان وبجدور. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 17 درجة بالعاصمة الرباط، 22 درجة بسيديفني، 21 درجة بقليميم، 20 درجة بطنطان، 25 درجة بياسا، 23 درجة بزاك، 19 درجة بطرفاية، 21 درجة بالعيون، 25 درجة بسمارة، 22 درجة ببوكرعة، 21 درجة ببجدور. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 20 درجة بقلت الزمور، 24 درجة بالداخل، 24 درجة بمضريكة، 29 درجة بأسرد، 28 درجة بالكويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قوي الهيجان ما بين كاب جير والطرفاية، وهائج لقوي الهيجان ما بين المهدية وكاب جير، وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل الجنوبية. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و48 دقيقة، وغروب على الساعة 6 مساء و13 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى
33 درجة بنواذيبو، 30 درجة بنواكشوط، 28 درجة بأطار، 31 درجة بكي هيدي، 25 درجة بزويرات، 21 درجة بالرابوني، 22 درجة بتودني، 32 درجة بباماكو، و 18 درجة بتندوف. وإلى التذكير بالعناوين. بالقصر الملكي بمراكش جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء. وجلالة الملك يطلع بمراكش على برنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة ويضع حجر الأساس لبناء مستوصف ومركز لطب الإدمان. وفي النشرة تابعنا من الداخل ندوة علمية احتفالا بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. ومن الطنطار رصدنا لروبورتاج عن تضرر ساكنة بعض الأحياء من مطرح النفايات. نهاية هذه النشرة، وقبل الختام يمكن لمن فاتته متابعة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الأنترنت snrc.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوكاس.com، كما يمكنكم أيضا متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وتلتقونا غدا مع إعادة هذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. شكرا لكم على حسن المتابعة، وغدا في نفس الزمان والمكان يرافقكم الزميل إبراهيم جدود. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. منظم نادي شباب الساقية الحمراء بشراكة مع عصبة الصحراء لكرة القدم الدورة الرابعة لدور المرحوم يحظيه مغير خلال الفترة الممتدة من 10 إلى غاية 15 يناير بملعب مولاي رشيد بالعيون. نسخة هذه السنة تتميز بمشاركة 12